وقت ما كنت موجود في اللجنة الخماسية عملتوا حاجة عظيمة جدا، قصة محمد صلاح وتكريم محمد صلاح. طبعا كان معايا نادر شوقي من كام يوم، كنت بسأله عن محمد صلاح وقال لي جملة مهمة جدا، قال لي احنا لحد دلوقتي مش بنستفيد من محمد صلاح، يعني احنا بنتعامل مع محمد صلاح انه بيجي ماتشين مع المنتخب ويمشي، بس محمد صلاح ممكن نستفيد بيه اكبر من كده. ازاي ممكن نستفيد من محمد صلاح اكبر من كده في الكرة المصرية؟ في الكرة المصرية ولا في مصر؟ في مصر. مصر انت بتستفيد منه ان دلوقتي الكرة بقت من هي اسرع وسيلة لتوصيل اي معلومة انت عاوزها، وده بان في كاس امم افريقيا، بان في اي انجازات رياضية، فعلى طول بتوصل المعلومة. يعني لو انت بصيت هتلاقي ان حتى اخر حاجة كاس عالم في قطر الناس كلها تقول لك احسن كاس عالم اتعمل، فانت بتوصل الثقافة بتاعت الشعوب. فالكرة محمد صلاح هو على طول المسمى بتاعه في ليفربول ده ايجيبشن كينج، صح. فانت انت خلاص بقت الناس بتبص للمصريين كنجاح، وهو ده ممثل ده اللي بيحصل مظبوط. فهو بقى واحد من كبار، مش هقول لك العلماء بس، كبار الشخصيات المصريه المؤثره في العالم، صح. سفير مصري رائع في الرياضه، فانت بتستفيد منه كدعايه بطريقه غير مباشره. هايل. طيب هتيجي بقى ازاي تستفيد منه؟ تستفيد منه ان يبتدي الوكلاء او الانديه تهتم ان في محترفين او لعيبه مميزه او كواليتي مميز في مصر. انت عندك الناتج المحلي بتاع البرازيل 3% من الناتج القومي في تصدير اللعيبه. انت كل سنه في 20,000 لعيب بيطلع محترف. طب انت عندك في مصر على مدار التاريخ كم محترف؟ مدار التاريخ انا بقول لك 20,000 في السنه قليل جدا. طب تيجي تبص على البوبوليشن او التعدد السكاني، هتيجي تبص على مصر قد ايه؟ بتتكلم في 106 مليون صح؟ تقريبا 106 مليون نسمه. طب انت عندك انجلترا كام؟ 65، اسبانيا 55. فانت عندك بلاد اقل منك لكن عندها مواهب اكتر. فهل انت ما عندكش مواهب؟ لا عندك مواهب، بس اكتشف المواهب واستغل صلاح. ان الناس دي هيبقى ده، ما تقعدش تقول صلاح الجديد. اكتر حاجه تضايقني صلاح الجديد، وده بقى حمل على الاهالي جدا ان كل واحد شايف نفسه ابنه صلاح، وعلى اللعيبه نفسهم انه انا عايز ابقى محمد صلاح بالظبط. لا ما تخليك نفسك، ممكن تبقى احسن من محمد صلاح، ممكن تبقى احسن من محمد صلاح، ممكن تبقى احسن شبهه من يعني كابتن الخطيب، ممكن تبقى احسن من كابتن حسن شحاته، ممكن تبقى احسن من كابتن طارق زيد، من كابتن حسام حسن، من ابو تريكه، من احمد حسن، من اي لعيب مؤثر، من زيدان، من ميدو، من حازم امام، من حسام غالي، من اي لعيب مؤثر. هو مش لازم اقارن نفسي بحد، انا ربنا خالقني. يعني انت حتى ايدك لو بصيت احنا بصماتنا مختلفة، صح. فهو كده ربنا خلق والموهبة مختلفة مختلفة. وبعدين خلي بالك في ناس بتموت ما تعرفش الموهبة بتاعتها، صح. على فكرة انت ربنا كل واحد عنده موهبة، فهي الموهبة في صلاح استغلال ازاي؟ اول حاجة كرمه كويس. احنا ما جينا عملنا انسبايرر اوورد دي لصلاح اللي هو الملهم، الردود يا كريم انت مش متخيل كانت عاملة ازاي. اول حاجة احنا كنا بنتابع مع ليفربول لحظة بلحظة، ومع رامي وكيل لصلاح لحظة بلحظة، قاعد هيعمل ايه؟ طب هيستلم ايه؟ كان ايام كورونا، طب ما حدش يستلمه الجائزة، طب خلي الجائزة يبقى هو اللي يطلع يستلمها. فانت قاعد بتتابع، وفي نفس الوقت كل ده بيتنقل مع ليفربول، وفي كمية تفاعل من جماهير ليفربول غير طبيعية. طب اتكرم حد، والحفلة كانت محترمة، كانت الذوق بتاعها شيش، لا حلوة. طيب هل انت لازم كل ما صلاح يعمل انجاز تكرمه؟ لا، بس اعمل ايه؟ استقبله استقبال كويس. احاول ان انت مش لازم اكرمه كل مره واعمل له حفله، لا خالص. ان هو على فكره هو ما شاء الله طموحه وانجازاته على طول على طول سريعه، فانت في الاخر تقدير مناسب، تقدير مناسب، صح. فكره ان هو كابتن منتخب فكره جيده جدا. فكره ان صلاح هو السفير بتاعنا، هو سفير بتاعنا، وان شاء الله باذن الله يقدر ينقل عدد من المصريين الكتير جدا للاحتراف.